هل الحصول على الجنسية الصينية صعبة؟ الجنسية الصينية لا يمكن الحصول عليها، مستحيل الحصول عليها من الصين، ولكن يمكن الحصول عليها من هونج كونج، ولذلك بتبقى كل الناس بتيجي تقعد في هونج كونج 7 سنين وبيقدم على البرمننت ريزيدنسي الإقامة الدائمة، وبعد كده بيقدم على أوراق الجنسية، بس لابد إن أنت تتنازل عن جنسية بلدك الأول، لأن الصين لا تعترف بازدواج الجنسية. فالناس بتعمل إيه؟ أكلمك على التجربة المصرية يعني. فالناس بتعمل إيه؟ إحنا بنروح للقنصلية الصينية في حتة اسمها كازو باي، القنصلية المصرية في حتة اسمها كازو باي، بتقدم على طلب تنازل عن الجنسيه المصريه، بتاخد الطلب ده بعد ما يتوافق عليه من المخابرات في مصر، بتاخد الطلب ده وتروح تقدمه في من ضمن الاوراق بتاعت بعد ما يجي لك الموافقه يعني، بتروح تقدمه في الاوراق بتاعتك وبتاخد الجنسيه الصينيه. بعد ما تاخد الجنسيه الصينيه ترجع للقنصليه المصريه تدفع فلوس وتقول لهم انا عايز استرد الجنسيه بتاعتي، لان ما مروش عليها كتير، فبتسترد الجنسيه في خلال 2 أو 3 شهور، بيجي لك الموافقه من مصر وتسترد الجنسيه وتصبح مزدوج الجنسيه، ولكن الصين لا تدري ان انت اخذت الجنسيه بتاعت بلدك تاني. أتمنى تكون دي إجابة كويسة للسؤال ده.